حينما يموت وعليه ديون كويس، تقدم الديون قبل أن يكفن أو قبل شراء الكفن. طيب واحد مات ولما مات كان التركة بتاعته تعلق بيها عدة أشياء، تعلق بيها كفنه، تعلق بيها الدين، تعلق بيها حقوق الورثة. قالوا لا تركة إلا بعد سداد الديون، يبقى أنا كوارث الدين مش هنتقل، عفوا التركة مش هتنتقل لذمتي إلا بعد ما أصحاب الحقوق ياخدوا حقوقهم. وإذا حصل إن أنا وزعت التركة قبل أن يأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم، يبقى يرجعها لهم، كل واحد يرجع لهم حقهم من نصيبه. ده كلام جميل. طيب إذا أنا بقى كان لابد أن أنا أكفن، فالتكفين بتاعي وأجرته وثمنه وكذا وقيمته تقدم على أداء الدين ولا أداء الدين يقدم؟ لا، التكريم الذي يقتضي المواراة والدفن بطريقة يعني تجعل الإنسان واقع في نطاق تكريم الله لبني آدم، يقتضي تقديم كفن الإنسان على دينه.